مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء معتدلة، وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية، مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام خلال هذا اليوم ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. راح تبدي أيضا تتكاثر السحب تدريجيا، قد تكون هناك فرص ضعيفة لبعض الأمطار المتفرقة خلال هذه الليلة، لكن بإذن الله راح تكون ملحوظة أكثر خلال يوم الغد، وراح تستمر معانا أيضا في يوم الجمعة وكذلك في يوم السبت. راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال هذه النشرة وأيضا خلال نشراتنا القادمة. أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواء مشمسة مع عبور لبعض السحب المتفرقة، رياح شمالية شرقية سرعتها الحالية 9 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة فهي 21 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 66%، أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة، أجواء راح تكون غائمة جزئيا مع استمرار رياح جنوبية شرقية 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة راح تتفاوت ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية في معظم المناطق البرية، لكن نوعا ما راح تكون منخفضة عن هذه المعدلات في المناطق الحدودية الشمالية وكذلك الغربية، قد تصل فيها درجات الحرارة ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية. استمرار في الأجواء الغائمة جزئيا أيضا في نهار يوم الغد مع استمرار رياح جنوبية شرقية 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وقد تكون رعدية أيضا على بعض المناطق. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فراح تتفاوت ما بين 22 إلى 25 درجة مئوية. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا، قد يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 6 أقدام، لذلك الأنشطة البحرية ما ننصح فيها ابتداء من يوم الغد وأيضا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأيضا نتمنى منكم متابعة سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 5:13، شروق الشمس الساعة 6:38، وموعد أذان المغرب الساعة 4:54. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تكون غائمة جزئيا مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة بدءا من يوم الغد، وراح تستمر معنا مثل ما ذكرنا خلال الأيام القليلة المقبلة. أجواء دافية خلال فترة النهار، قد تصل العظمى إلى 24 والصغرى 14 درجة مئوية، هواء كوست ناشط على فترات 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة، لذلك ارتفاع الأمواج راح يكون وارد، واللي قد يصل في يوم الغد ما بين 2 إلى 6 أقدام. المطر قد يشد أكثر في يوم الجمعة، وقد يكون أيضا متفاوت في غزارته ما بين خفيف إلى متوسط، وأحيانا قد يكون غزير على بعض المناطق، لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال يوم الجمعة، وأيضا متابعة سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج، لذلك الأنشطة البحرية ما ننصح فيها في يوم الجمعة، وكذلك الأنشطة اللي تكون في خارج المدينة نتمنى منكم التأكد من سلامة الجو قبل لا تبدون فيها. العظمى المتوقعة في يوم الجمعة 23 والصغرى 15 درجة مئوية، الهواء الكوست راح يكون مستمر وايضا راح يكون نشط على فترات 12 الى 45 كيلومتر في الساعه، لذلك ايضا فرص الغبار قد تكون وارده خلال يوم الجمعه، خاصه على المناطق الصحراويه والمكشوفه. راح يقلب الهواء الى شمالي غربي في يوم السبت، وراح يستمر ايضا في نشاطه 15 الى 40 كيلومتر في الساعه، وفرص الغبار راح تكون وارده، وايضا فرص الامطار المتفرقه واللي قد تكون رعديه راح تكون وارده ومستمره معنا في يوم السبت. العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية، مع بداية الأسبوع القادم أجواء راح ترجع بإذن الله مستقرة، لكن راح تكون باردة وأحيانا قد تكون شديدة البرودة. العظمى راح تتفاوت ما بين يوم الأحد والأثنين إلى 20 درجة مئوية، والصغرى 10 إلى 11 درجة مئوية، لكن درجات الحرارة المحسوسة راح تكون أقل من المعدلات المسجلة بفعل استمرار الرياح الشمالية الغربية في يوم الأحد 12 إلى 32، وفي يوم الأثنين 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين، أحوال جوية راح تكون متغيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لذلك نتمنى منكم متابعة نشراتنا الجوية باستمرار، وأيضا متابعة حساب إدارة الأرصاد الجوية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم هم الجهة الوحيدة والمخولة بإصدار أي تحذير وتنبيه عن أي حالة جوية. تمنياتنا لكم بالسلامة وأيضا الاستمتاع خلال الأحوال الجوية المتوقعة.